تعتمدونها؟ طبعا مثل ما تعرف يعني شركة دانا غاز هي شركة متخصصة في مجال الغاز الطبيعي، والحمد لله منذ تأسيس الشركة في نهاية عام 2005 لحد الآن لدينا مشروعان كبيران، اللي هما مشروع في كردستان العراق لاستكشاف وإنتاج الغاز، وحاليا في عمليات الإنتاج. مشاركة مع نفط الهلال؟ مشاركة مع شركة نفط الهلال بالإضافة إلى شركات أجنبية تمثل 20% مجتمعة، بالإضافة إلى مشروعنا الأول والكبير اللي تم الاستحواذ عليه في جمهورية مصر العربية. الشركة قائمة الآن بإنتاج ما يعادل المشاريع المشتركة بما يعادل 100,000 برميل نفط مكافئ من الغاز الطبيعي، المكثفات الكوندنسيت والال بي جي. استراتيجية الشركة طبعا هي مزاولة نشاط العمليات بالمشاريع القائمة، وكل ما سمحت الفرصة طبعا لتنمية المشاريع. لكن سيد رشيد، هل كان سهلا لشركة من القطاع الخاص أن تدخل في هذا القطاع الذي تحتكره شركات عملاقة تدعمها الحكومات والدول؟ طبعا كل عمل الحقيقة يعني ما يكون بسهولة إلا بعمل دراسات المطلوبة وجدوى الاقتصادية من المشاريع والمثابرة، لكن لا بد أن أقول يعني أن الحمد لله يعني كان في هناك دعم من المؤسسات الحكومية. لولا الدعم والقوانين الشركات ودعم المؤسسات الاقتصادية اللي تشجع القطاع الخاص للاستثمار ومزاولة نشاطها وعملها مكملة لنشاط الشركات الحكومية العملاقة. طيب، نريد بما ان استثماراتكم متركزه في كردستان العراق وكذلك في مصر، انتم تحدثتم في الفتره الاخيره عن رفع انتاجكم كذلك في مصر في الفتره القادمه، ما الاهميه التي تقوم بها او الدوله التي تقوم به هنا شركه دانا غاز في تلبيه متطلبات الاسواق في منطقه الشرق الاوسط؟ اليوم الكل يتفق على دور قطاع الطاقة والإنرجي سيكتور المساند لأي تنمية اقتصادية وتنمية اجتماعية. طلب على الغاز الطبيعي بالدرجة الأولى لتوليد الكهرباء للمجتمعات طلب مستمر وبازدياد في منطقة الشرق الأوسط بالذات، هناك نمو كبير من ناحية الطلب على الغاز الطبيعي نتيجة النمو والطلب على الطاقة الكهربائية. فإذا أي شركة مثل دانا غاز تعمل في مجال استكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي هي شركة حقيقة لها دور، تقوم بدور ريادي في إمداد السوق المحلي بالدرجة الأولى باحتياجاتها من الغاز الطبيعي لتلبية احتياجات المجتمعات لتنمية المجتمعات. طيب سيد رشيد، لدي سؤال أخير بالنسبة لمشاركتكم هنا في منتدى داوس الاقتصادي، ما هي الفائدة المرجوة من هذه المشاركة؟ طبعا هناك فائدة كبيرة جدا لأي مؤسسة، ودانا غاز حرصت الحقيقة وتحرص دائما على المشاركة في منتديات دافوس أو منتديات الاقتصادية، لأن نؤمن أن الاقتصاد هو اقتصاد عالمي مؤثر في بعض، لذلك تواجدنا هنا هو بالدرجة الأولى للالتقاء بالشركات العالمية التي نتعامل معها أو التي ستكون لنا معها علاقة. اليوم مثل ما قلت الاقتصاد هو اقتصاد عالمي متكامل، من ناحية دور شركات القطاع الخاص، شركات الحكومات، البنوك، شركات التقنية، شركات الفنية. فملتقى كبير مثل دافوس هو ملتقى يجمع كل الفعاليات هذه مع بعض، ويكون هناك الحقيقة يعني احتكاك وفي فائدة للجميع. دانا غاز تستفيد من لقاءاتها وتثري كذلك من تجربتها، والأكيد أنكم تمثيل كذلك للعنصر العربي أو للجانب العربي في هذا المنتدى. نحن سعيدين جدا بوجودنا هنا مع بقية زملائنا من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون.